بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. هناك صورة مكتوب عليها من السنن المهجورة رد السلام أثناء الصلاة بالإشارة دون اللفظ، فنقول أيها الفضلاء المباركون، كلمة السنن المهجورة بعض أهل العلم ثرب على ذلك بدليل أن الناس تفعلها، فليست مهجورة، لكن ممكن نقول يعني سنن لا يفعلها كثير من الناس إلى غير ذلك، لكن وارد أن يرد الإنسان السلام وأن بيده بالإشارة وأن يجعل ظاهر اليد إلى أعلى وباطنها إلى أسفل. نعم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.